إذا ضاقت بك الدنيا فتذكر هذه القضية. كان أبا لسبعة أطفال، ثلاثة ذكور وأربع من البنات. مات ابنه الأول وعمره سنتان وبضعة أشهر، ومات ابنه الثاني وعمره عام ونصف، ومات ابنه الثالث وعمره 17 شهرا في سن الرضاع. تزوجت ابنته الأولى وماتت في 28 من العمر. تزوجت ابنته الثانية ثم ماتت في 21 من العمر. ثم تزوجت ابنته الثالثة وماتت في 27 من العمر. إذن فقد جميع ذريته من الذكور والإناث: القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم، ولم يبق بعد وفاته سوى فاطمة، ماتت رضي الله عنها بعده بستة أشهر. فإذا نزل عليك البلاء أو الهم وأنت في البيت أو في الطريق فتذكر هذه القصة، عرفت من المقصود. إنه أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، ربنا اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.